يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. النهارده هنعمل مسقعه. هنعمل النهارده مسقعه باللحمه المفرومه. والمسقعه من اكتر الاكلات او واحده من اكتر الاكلات المشهوره في دول حوض البحر الابيض المتوسط، وبتتعمل بطرق مختلفه. بتتعمل عندنا في مصر، بتتعمل في بلاد الشام، وبتتعمل كمان في اليونان، وبتتعمل في تركيا. كل بلد ليها شكل معين. في ناس بتعملها بالبشاميل، في ناس بتعملها ساده. احنا النهارده هنعملها باللحمه المفرومه، وهنشوف ليها طريقه سهله جدا وسلسه جدا. كمان النهارده هنعمل كسروله الدجاج. يعني ايه كسروله الدجاج؟ تشويحه من الفراخ مع مكونات مختلفه، شويه كده من الخضروات والجبن والذره، بيطلع طعمها طعم جدا. ينفع تتاكل بالمعلقه، ينفع تتاكل مع العيش، ينفع تتاكل مع الرز، على حسب الرغبه. كمان النهارده هعمل صنف حلو جميل جدا. هعمل النهارده تارت حلاوه البوادي بالشوكولاته. هنشوف ازاي نعمل تارت بالشوكولاته طعمه حلو ونكهه بنكهه الحلاوه. هنشوف كل التفاصيل دي، هنشوف كل وصفه من الوصفات دي ايه التكنيك اللي محتاجين نستخدمه عشان نطلع الوصفه بشكل سلس وطعم في نفس الوقت. هناخد فاصل، بعد الفاصل هرجع لحضراتكم نشوف كل وصفه من الوصفات دي هنعملها ازاي. يا اهلا وسهلا بيكم مره تانية. رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل اتعرفنا على سفره النهارده وعرفنا هنعمل ايه كوصفات. تعالوا بقى نشوف هنعمل كل وصفه فيهم ازاي. انا هبتدي في الحقيقه بوصفه المسقعه. وصفه المسقعه بالشكل اللي انا هعمله النهارده ده هي اسرع طريقه نعمل بيها المسقعه. تعالوا نشوف بقى ده بيتعمل ازاي بشكل لطيف جدا. خلينا نقول المقادير ونخش على طول على الوصفه. يلا يا استاذ صبر. المقادير كالتالي: كيلو بتنجان رومي متقشر ومتقطع مكعبات، ربع كيلو لحمه مفرومه. ربع كيلو لحمه مفرومه كفايه جدا على كيلو البتنجان. بصلتين مفرومين، معلقه صغيره ثوم مفروم، كوبايتين ونص عصير طماطم، معلقتين معجون صلصه طماطم، معلقه صغيره بابريكا، نص معلقه صغيره شطه، معلقه صغيره سبع بهارات، معلقه صغيره قرفه وملح وفلفل. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بالظبط. الموضوع سهل جدا وسلس جدا وبسيط جدا. بنعمل ايه؟ هنجيب البتنجان اللي احنا حطينا عليه رشه من الملح. ناخد رشه صغيره كمان، رشه من الملح كده على البتنجان ده، ورشه من الفلفل الاسود، وهنقلب البتنجان ده كده. طيب هنعمل ايه كمان؟ او محتاجين نضيف حاجه كمان. عايز اضيف كده معلقه من الدقيق. هاخد كده معلقه من الدقيق اضيفها هنا على البتنجان ده وهقلب كده تقليبه سريعه. حلو. البتنجان ده هنزل بيه في الزيت على ما اعمل يخنه اللحمه المفرومه. هنتفرج برده ونشوف ايه اللي هيحصل بالظبط. الموضوع سهل جدا ولطيف جدا. هاجي هنا واروح واخد البتنجان نازل بيه في الزيت بيتحمر. يلا هقلي البتنجان على مرتين، احط شويه سيبهم كده يتحمروا، وبعد كده احط شويه كمان. في نفس الوقت انا الناحيه الثانيه حاطط طاسه على النار بتسخن، هحط فيها مقدار معلقتين من الزيت، واخد اللحمه المفرومه افرولها كده وانزلها. يلا يا صبر وريني. بفرولها بايدي كده عشان تنزل متفروله على طول. وما بقلبهاش على طول، بسيبها كده شويه. حلو. هعمل ايه؟ هاخد لها معلقه من الملح والفلفل الاسود واسيبهم شويه كده، وارجع تاني للبتنجان اشقر عليه. يبقى انا بعمل البتنجان وبجهزه في نفس الوقت اللي انا بشوح فيه اللحمه المفرومه، او بعصج اللحمه المفرومه، او بعمل صوص الطماطم بتاع المسقعه. الاثنين بيتعملوا في نفس الوقت علشان وصفه زي دي ما تاخدش وقت ابدا. ندي هنا كده تقليب للبتنجان. البتنجان هنا عايزين لونه حلو، ومش عايزينه يستوي زياده عن اللزوم. ليه؟ لانه
دي تسوية أولية، لسه هيكمل التسوية بتاعته في الصوص مع اللحمة المفرومة. هجيب سباتولا وبظهرها هبتدي أعمل كده. شايفين اللحمة بسرعة جدا اتحول لونها من اللون الأحمر للون الجراي، فهي كده حافظت على لونها، أقصد إن هي حافظت على الرطوبة اللي موجودة جواها عفوا، وما جابتش ميتها. ده اللي بالنسبة لي مهم جدا هنا، ده مهم قوي في اللحمة المفرومة. هنا بيحصل تشويح، هنا اللحمة المفرومة ما جابتش ميتها، دي نقطة مهمة جدا 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 في تعصيج اللحمة المفرومة. بناخدها عن طريق درجة الحرارة المظبوطة، تبقى درجة الحرارة مظبوطة، في نفس الوقت ما نقعدش نقلب كتير، وما نحطش اللحمة المفرومة في الطاسة وهي مثلا مجمدة، لا لازم تكون فاكهة كويس. طيب هنعمل ايه؟ نيجي هنا كده نبص على البتنجان. شايفين شكله بدأ يخش على اللون الذهبي، وده اللي احنا مستنيينه وده اللي احنا عايزينه. نرجع تاني هنا للحمة المفرومة، نديها تقليبة، وبعدين طالما اللحمة اتحولت للون ده أقدر أضيف بقية المكونات. هحط البصل وأقلب، وأدي كده تقليبة حلوة. ابتدوا باللحمة المفرومة، ما تدوش بالبصل، جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. ونستمر في التقليب. طيب ممكن دلوقتي نضيف بعض التوابل، يلا بينا. 7 بهارات، رشة قرفة صغيرة، بابريكا، شطة، تقليب. ريحة حلوة جدا، رشة ملح ورشة فلفل اسود. دلوقتي جه وقت التوم، هنزل هنا بالتوم. في حاجة أنا مش كاتبها في الوصفة هضيفها دلوقتي، وهي معلقة من الخل، وهضيف الخل قبل ما أحط معجون صلصة الطماطم. حطيت الخل، هدي تقليبة، وبعدين اروح جايب معجون صلصه الطماطم. وهجيب عصير الطماطم انزل بيه هنا. وادي تقليبه. سيب ده على النار بقى يتسبك حاجه خفيفه على ما نجهز له البتنجان. نروح نشوف البتنجان اخباره ايه وعامل ايه. ده بالنسبه لي لون حلو جدا، ممكن توريني كده يا صابر؟ ده لون عبقري حلو، ده كافي جدا. راح واخد البتنجان ده جاي بيه هنا كده وانزله مع اللحمه المفرومه، واخد بقيه البتنجان انزل بيه في الزيت يتحمر. يلا بينا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا نرجع للحمه المفرومه والبتنجان، نديهم تقليبه على ما بقيه البتنجان يجهز ونحطه معاهم هو كمان، وده مش هياخد وقت خالص. ممكن كده ايه بس ننضف البوتاجاز حوالينا ونخش على وصفه كسروله الدجاج علشان نفضى بقى للحلو الجميل. نعمل النهارده تارت حلاوه البوادي بالشوكولاته، نشوف ازاي نعمل تارت شوكولاته طعمه حلو وعبقري جدا. طيب تعالوا نقول مقادير كسرولة الدجاج اللي هنعملها النهارده، يلا بينا. مقاديرها كالتالي: نص كيلو صدور فراخ متقطعه شرايح رفيعه،
عايزين شويه توابل بقى حلوه، قرفه وقرنفل باودر طبعا، فلفل اسود وكزبره ناشفه، بابريكا، وعايزين فلفل وبصل، فلفل رومي وبصل يعني، معلقه ثوم مفروم، وذره صفراء، وجبنه صفراء مبشوره. ودايما بنكتب جبنه صفراء علشان تستخدموا نوع الجبنه اللي عندكم، يعني لو انتوا عندكم جبنه رومي تمام، شيدر تمام، جوده تمام، اي بصرف النظر ايه نوع الجبن اللي انتوا بتحبوه او اللي انتوا بتستخدموه، استخدموا النوع اللي انتوا حابينه. ندي بس تقليبه هنا للمسقعه دي. ونجيب البتنجان من الزيت، ننزل بيه هنا واخد لون ذهبي جميل كده. ندي تقليبه. دي مسقعة الطاسة كده، حاجة كده ايه مختلفة سنة عن اللي احنا متعودين عليها، بس طريقتها سهلة وسريعة وطعمها خطير. طيب يلا بينا، تعالوا نروق بس كده الدنيا هنا ونشوف. عايز فاصل؟ حاضر، تعالى بس ايه نبتدي كده نتبل الفراخ ونخش على الفاصل على طول. يلا هاجي هنا كده، اجيب اناء واسع وهجيب الفراخ. ممكن اقرب مني الوصفه كلها. والفراخ دي هنزلها هنا في الطبق، وهاخد رشه من الملح، فلفل اسود، واخد بقى البهارات، رشه القرفه، القرنفل، بابريكا، الكزبره الناشفه، دول كده مع بعض. هبتدي ان انا بقى ايه اقلب الفراخ في التتبيله الخطيره دي. طيب هل دي بتحتاج بقى تتساب كده في التتبيله؟ يعني لو سبناها لمده مثلا تتراوح مثلا من 20 دقيقه ل 25 او 30 دقيقه يبقى كفايه جدا، هي بتكتسب الاطعمه بسهوله، والطعم هنا في التتبيله دي قوي جدا، فهيبقى كافي جدا، تدي ريحه، هي اصلا عامله ريحه حلوه جدا. هناخد دلوقتي فاصل، بعد الفاصل نرجع هنشوف طريقه تسويه كسرولة الدجاج اللي احنا بنعملها. استنونا. يا اهلا وسهلا بيكم مرة تانية، رجعنا من الفاصل. اثناء الفاصل انا شلت المسقعة من على النار لاني خلاص لقيتها اتسبكت وبقت زي الفل. هنعمل ايه دلوقتي؟ برضو قبل ما نطلع فاصل مباشرة كنا تبلنا قطع الدجاج وقلنا هنسيبها في التتبيل لمدة من 20 ل 30 دقيقة. سخنت طاسة على النار وكنا قايلين المقادير، هنعمل ايه؟ نحط هنا مقدار من الزيت، مقدار معلقتين كبار من الزيت، وناخد بقى قطع الفراخ دي ونحطها واحدة واحدة بسرعة، بس المهم ان هي واحدة واحدة عشان ما يلزقوش في بعض، علشان يتشوحوا حلو ويطلعوا لنا ريحة حلوة ولون حلو، مش عايزينهم يتسلقوا كده، عايزينهم يتشوحوا. خلي بالنا ان اللون الداكن ده من التتبيل، التوابل المختلفة. حلو. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنيجي هنا ندي تقليبة للفراخ. القرفة والقرنفل مع السبع بهارات عاملين لون داكن، لكن هيدوا طعم خطير جدا. ميزة بقى الوصفة دي ان هي احدى وصفات الوان بوت ريسيبي، او وصفات الاناء الواحد اللي احنا كنا بنعملها قبل كده، اللي هو انه احنا بنعمل كل حاجة في طاسة واحدة او في حلة واحدة. يلا هنعمل ايه؟ هنضيف هنا بقية قطع الفراخ بعد ما ضفنا الجزء الاول منها. ومحتاجين بس ايه نضيف لها مقدار معلقة كمان من الزيت. ونديها تقليبة كده حلوة. أول ما تاخد نفس تسوية الجزء ده نقدر نقلب الاتنين مع بعض.
يلا دلوقتي نقدر نقلب كله مع بعضه ونشوحهم كده على النار لمدة دقيقة واحدة بس كمان قبل ما نضيف البصل وندي تقليبة بعد إضافة البصل. ميزة كسرولة الدجاج دي ان هي ما بتاخدش وقت ابدا في التسوية، يعني انا قدامي 3 4 دقايق وهكون خلصتها، اقل كمان يمكن. طب وهل كده هتكون الفراخ استوت؟ اه هتكون الفراخ استوت. ناخد الفلفل واخيرا ناخد الذره وندي تقليبه. الريحه خطيره هنا. وبنعمل ايه بقى؟ احنا كده الفراخ استوت والخضار عايزينه يبقى مش مستوي تسويه تامه، عايزين نحس بطعمه وبقوامه، فبنعمل ايه؟ بنطفي البوتاجاز. نجيب الاول بس كده منديل ننضف الطاسه عشان هوريكم ده بيتقدم ازاي، بيتعمل ازاي وبيتقدم ازاي. هاجي هنا كده هروح منضف الطاسه الجوانب بتاعتها واطمن ان هي تمام وزي الفل، واروح جاي واخد الجبنه. الاول هطفي البوتاجاز واروح واخد الجبنه رششها على السطح كده، وبعد ما برش الجبنه وانا طافي البوتاجاز بروح مغطي الطاسه. انا كده خلصت الوصفه دي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنسيب ده كده بعد ما طفينا البوتاجاز، احنا مش بنسويه، احنا بس بنخلي الجبنه تسيح وبنخليه دافي لغايه وقت التقديم. فاضل كده وصفه تارت الحلاوة، تارت كاسترد الحلاوة أو تارت، تضحك عليا تضحك عليا. فاضل بس دلوقتي وصفة تارت كاسترد الشوكولاتة بالحلاوة، هنشوف وصفة لطيفة جدا جديدة ما عملناهاش قبل كده، ما أعتقدش أنتوا برضو سمعتوا عنها قبل كده، هنعملها النهاردة بشكل حلو جدا وطعم جدا وشهي جدا. هناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع نعمل التارت. استنوا اهلا وسهلا بيكم مره تانية. رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل كنا سايبين الكاسرول واحنا طافيين النار بعد ما حطينا الجبنه فوقيه وغطيته بورق الفويل. ليه عملت كده؟ علشان الجبنه تسيح. دلوقتي صابر هيوريكم شكل الكاسرول في النهايه بيبقى عامل ازاي. هو ده الشكل اللي انا عايز اوصل له في النهايه، الفراخ مستويه والخضار في قرمشه كده خفيفه، في نفس الوقت الجبنه سايحه من غير ما تكون ساحت زيادة عن اللزوم ونزلت تحت، لأن أنا عايزها من فوق كده تبقى دايبة وسايحة كده من غير ما أحطها في الفرن ولا أي حاجة. الكاسرول ده كده جاهز للتقديم مباشرة، هيتحط على السفرة زي ما هو. المسقعة برضو إحنا طلعناها من على النار لأنه هي اتسبكت واستوت وبقت زي الفل، مش ناقص بس غير إن هي تتقدم. اللي أنا بقى هعمله دلوقتي إيه؟ اللي أنا هعمله دلوقتي هو إن إحنا نعمل تارت حلاوة البوادي بالشوكولاتة. هنشوف طريقة حلوة جدا 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 هتعجبكم إن شاء الله للتارت. يلا بينا تعالوا نبتدي في المقادير. المقادير كالتالي: كوباية سكر باودر وكوباية زبدة، كوبايتين دقيق، بيضة ومعلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح. دي مقادير العجين نفسه اللي إحنا هنحطه في العجان ونشوف بيتعجن إزاي، ويمكن ينفع كمان يتعجن بشكل يدوي. الحشو هنستخدم علبة حلاوة البوادي بالشوكولاتة، معلقتين كاسترد اللي هو الكاسترد الباودر، ونص كوبايه لبن ورشه قرفه صغيره. سهل جدا اللي هنعمله ده، خلينا بس نركز فيه كده ونشوف بيتعمل ازاي. يلا بينا نبتدي في الوصفه. اول حاجه هعملها هو انه انا هبتدي بالعجين. هاجي هنا كده وناخد مقادير العجين نفسه، عجين التارت. احنا عملنا التارت كذا مره وعملنا التارت قبل كده حادق وحلو.
حطيت دلوقتي الدقيق وده سكر البودرة. الدقيق وسكر البودرة بيتحطوا مع بعض مع رشة البيكنج باودر. طيب هنعمل ايه؟ هنقفل العجين عجان ونديله لفة كده، نلفه لفة نخلط بيها المكونات. وناخد كده رشة صغيرة من الملح نضيفها هنا. دلوقتي بقى هنزل بالبيضة. وبالزبدة. وعلي سرعة الضرب سنة سنة كده. عايز بس اوريكوا انه هنا الزبده بتعمل حبيبات كده متغطيه بالدقيق، ما تقلقوش ده اللي احنا عايزين نعمله. ممكن تجيب هنا كده يا صابر نشوف الحته دي. بص بقى شايف الزبده عامله ازاي؟ قطع زبده كده عليها دقيق، هو ده اللي احنا عايزينه. تمام، هو التارت بيكون كده. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هخليه يستمر في الضرب. عايز بس وانا بضرب كده اكون على جنب بعمل كاسترد حلاوة البوادي بالشوكولاتة. نشوف بيتعمل ازاي ونشوف قد ايه هو سهل ولطيف جدا. يلا بينا، يلا بينا. نيجي هنا. هيزعجك الصوت ده يا صابر واحنا بنضرب كده واحنا شغالين ولا ايه؟ معلش، ممكن حتى اخليهولك زي ما هو ولا احركهولك بعيد؟ شوف انت عايز ايه. يلا بينا. بص بقى يا صابر هنعمل ايه؟ هنيجي هنا هنجيب اللبن وانا جبت هنا تلات ارباع كمية اللبن اللي انا عايز استخدمها. تلات ارباع كمية اللبن اللي انا عايز استخدمها. رشة من القرفة على اللبن وبعدين هاخد حلاوة البوادي بالشوكولاتة. أنا هنا مش هحط كوكو باودر، مش هحط كاكاو، أنا هستخدم الحلاوة. أنا مش هحط سكر ولا هحط كاكاو لأني هستخدم الحلاوة اللي بالشوكولاتة تديني السكر وتديني طعم الشوكولاتة كمان في نفس الوقت. وبعدين هروح واخد الحلاوة. بص صابر هعمل كالتالي، همسك الحلاوة كده وبإيدي كده إيه هفركها وأحطها هنا. أمسك الحلاوة وبإيدي كده هفركها ونحطها على اللبن ورشة القرفة. بس كده فركنا الحلاوة. وبعدين هنروح رايحين جايبين مضرب الله الله الله. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هغسل ايدي واجي عشان اوريكم هنعمل ايه مع الحلاوة واللبن. يلا بينا. هدوب الحلاوة اللي بالشوكولاتة في اللبن بالمضرب كده. هضربهم ضربتين كده اكسر بس لو في حتت كبيرة سنة. وبعدين بعد ما عملت كده هروح جاي اديهم تقليبة حلوة كده.
وكسر تاني، وادي تقليبه حلوه وكسر تاني، وادي تقليبه حلوه. يعني اللي ما جربش الوصفه دي قبل كده محتاج يجربها، طعمها حلو جدا. قول يا صور مش سامعه. يلا بينا، انا عايز اوقف ده بس شويه وافتحه اخليكم تشوفوا شكله بقى عامل ازاي. هل كده هو تمام؟ اه هو كده تمام، محتاج يتضرب حاجه بسيطه كمان بس. شايفين في الاول بيبقى عامل كده مفرول كده، عامل كانه كسكسي. هنسيبه بس يكمل عجن، هو بس صوته مزعج شويه، فانا ايه بس هوريكم انا بعمل ايه. وبعدين بفرول كده الحلاوه في اللبن، هاخد بقى الخليط الجميل ده واروح جاي بيه هنا في الحله. هنبص ندي كده تقليبه هنا على النار، ده هيدوب الحلاوه اكتر واكتر. طب الكاستر ده هنعمل فيه ايه؟ هروح جاي هنا، تعالى صابر كده، هروح جاي هنا واخد، انا سايب هنا معلقه لبن للهدف ده، هروح جايب معلقه واروح جايب معلقه واحط الكاسترد هنا. وهدوب كده بس الكاسترد في اللبن الساقع. ما ينفعش نحط بقى الكاسترد على النار، لازم الاول الكاسترد ده عامل زي النشا، لازم الاول يدوب في سائل ساقع، بعد كده ينزل على السائل السخن على طول، لكن ما ينفعش يتحط مباشره في السائل السخن، لازم يتدوب الاول في السائل البارد بس. خلاص ناخد دي بقى كده ونيجي هنا ندي تقليبه للبن مع الحلاوه بالشوكولاته، حاجه كده اخر حلاوه. ودي كده هنا تقليبه حلوه الكاسترد. لو بقى عندي حتت كده صغيره من الحلاوه ما دابتش ما يضرش ابدا، هتدي طعم حلو، هتدي قوام جيد في المضغ، هحس كده ان في قطع قوامها بيكسر ملل القوام الطري. ندي كده تقليبه اخيره قبل ما ننزل بالكاسترد واحنا بنقلب كده. هيبقى عندي كده الكاسترد ده عامل زي المهلبيه كده. استمر كده في التقليب، هسيبهم دقيقة على النار على ما اطلع التارت اللي انا كنت عامله قبل الحلقة مباشرة. تعالوا نطلعه، وكفاية كده ضرب في العجين ده، هنضربه لغاية ما يبقى كرة متماسكة لونها مصفر كده بفعل الزبدة. احنا شفنا اللون وهو مفرول عامل ازاي، بعد شوية من الضرب هتبتدي تتماسك سنة، بنفردها ونحطها في القوالب. كان في قوالب صغيرة حطيت فيها شوية وعملت منهم ثلاثة، وفي قالب كبير عملته وحطيته في الفرن، تعالوا نطلعه. طبعا لازم بنسيبه يهدى شويه قبل ما نشيله من الفورمه اللي فيها علشان ما يكسرش. تعالوا نشوف ايه الاخبار، يلا بينا. هروح جاي هنا، و طبعا انتوا عارفين الخطوه بتاعت ان احنا نضيف بقوليات بنحط بقوليات فوق التارت ليه؟ او حاجه تتقل شويه فوق ورقه زبده. بنعمل كده لهدف، وهو انه التارت ما ينفش قوي، يبقى في كده قاعده هنا، اهي القاعده دي هقدر اصب فوقيها الكاسترد، فهيبقى شكلها حلو جدا لما اصب فوقيها الكاسترد. محتاجين بس نسيبها تبرد سنه قبل ما نبتدي انه احنا نصب فوقيها الكاسترد. يلا خلاص كده خلصنا هنا، خلصنا هنا كاسترد حلاوة البوادي بالشوكولاتة. هاتهالنا كده يا صبر نشوف شكلها النهائي عامل ازاي. شكلها حلو جدا، محتاجة تتصب في القوالب، وده هنعمله حالا في القوالب الصغيرة على ما القالب الكبير يكون برد شوية. يلا بينا، ممكن بقى باستخدام معلقة أو حاجة.
تعالى كده صابر هنا، هنجيب معلقه ونبتدي نعمل العمليه دي هنا. ناخد كده بالمعلقه. طبعا الكاستر ده ينفع نعمله في كيس الحلواني، عارفين الكيس بتاع الحلواني احنا بنحط فيه الحاجه ونحط له بالبله والكلام ده كله، نقدر نعمل كده. بس في الوصفه دي من كتر بساطتها مش محتاجين حتى نعمل كده. نحط كده هنا الكاسترد بالشكل ده، ده كاسترد حلاوه بالشوكولاته، ونفرده كده. ناخد اللي بعديها. انا في الحقيقه عاجبني شكل كمان الصغيرين دول اكتر من الكبيره، بس احنا قلنا ايه نوري حضراتكم الشكلين وانتوا في النهايه برضو تختاروا اللي يعجبكم اكتر. زياده سنه نشيلها كده. طيب هل احنا كده خلصنا؟ لا، عايزين بقى نخلي الشكل افضل واحلى. هي شكلها حلو جدا وقمر، بس محتاجه يمكن اضافه تانية. الاضافه انا هعملها حالا دلوقتي، انه انا هاخد علبه تانية من حلاوه الشوكولاته او الحلاوه بنكهه الشوكولاته او بطعم الشوكولاته، ونشوف هنعمل ايه حالا دلوقتي. نجيب طبق كده ناخد منه او نفضي فيه جزء من الحلاوه، عشان مش عايز بقى استهلك الحلاوه دي كلها، هاخد منها بس جزء وهنشوف هنعمل فيه ايه. هاخد كده جزء منها وهعمل ايه بقى؟ بالسكينه كده هاخد كده قطع من الحلاوه. شايفين الحلاوه؟ في مثل كده بيقول لك عامل زي السكينه في الحلاوه. ليه المثل ده بيتقال كده؟ من كتر ما السكينه سهله قوي تمشي في الحلاوه. ناخد بقى قطعه كده الحلاوه دي نحطها هنا كده. الله الله الله. تعالوا بقى ناخد الطبق الخطير ده نحطه على السفره. كل اللي احنا هنعمله بعد كده بقى في التارت التاني هو ان احنا هنشيله من القالب او الفورمه بتاعته، نجيب له طبق لطيف كده يتحط فيه، وليكن مثلا هشيل ده كده احطه هنا في الطبق، وهاجي كده وبسباتولا بقى ممكن نشيل ده كمان كده سنة. يلا ممكن نزود بس شويه من الميه لانه الكاستر تقل سنه، ودايما لما بيتقل نقدر نزود شويه ميه ونقلب فيرجع قوامه ينتظم مره تانية. ده اللي انا هعمله دلوقتي. ورينا كده يا صابر احنا بنعمل ايه. لقيت الكاسترد قوامه تقل سنه، فعملت ايه؟ ولا حاجه، زودت شويه ميه وبقلب عشان ارجع اخف القوام بتاعه مره ثانيه. ادي شويه ميه كمان صغيرين بس كده. حلو قوي. بس كده بالنسبه لي زي الفل. طب هل ده بقى بيتاكل سخن ولا بيتاكل بارد؟ لا طبعا بيتاكل بارد. هاجي هنا واخد كده الاسباتولا وانزل الكاسترد هنا، وبعد ما انزله هبتدي بقى افرده. بظهر الاسباتولا كده ببتدي بقى ايه افرد الكاسترد.
ريحته خطيرة، ريحة العجين حلوة وريحة كاسترد الحلاوة بالشوكولاتة خطير. حلو جدا. هنعمل ايه بقى تاني دلوقتي؟ تعالوا ناخد بقى قطعة من الحلاوة زي ما عملنا في الجزء السابق او في في التارت الصغير، هنعمل برضو في التارت الكبير. عايز كده اي حد هياخد قطعه من اي حته من التارت يجي له حته من الكاسترد مع حته من الايه من الحلاوه في نفس الوقت. ناخد طبق الشهي الخطير ده نحطه هنا على السفره، وتعالوا بقى نقدم. كده كده قلنا ان الكاسرول هتتقدم زي ما هي، بما انه هي كاسرول فهي هتتقدم. تعالوا نقرب الحلاوه من هنا احسن، ونخلي الحاجات السخنه لوحدها على جنب. يلا بينا. الكاسرول ده هيتقدم زي ما هو كده، هنجيب بس طبق ونقدم فيه المسقعه الشهيه اللي باللحمه المفرومه. يلا بينا. بنقدم دلوقتي او بنغرف المسقعة باللحمة المفرومة متسبكة كده وتقيلة وجميلة، بس نحطها هنا على السفرة ونجيب لها كده بس ايه منديل ننضف بيه الحافة بتاعت الطبق. ونشوف بقى احنا النهاردة عملنا ايه. النهاردة احنا عملنا ثلاث وصفات، عملنا مسقعة باللحمة المفرومة، ودي كانت أول وصفة بدأنا بيها، وشفنا ازاي عملنا حمرنا البتنجان في نفس الوقت اللي احنا كنا بنجهز بيه وبنحضر فيه اللحمه المفرومه. زي ما انتم شايفينها كده شكلها شهي جدا. عملنا كمان كسرول الفراخ، شفنا ازاي كان سهل وبسيط وما خدش مننا وقت ابدا. وبعدين عملنا تارت الحلاوه بالشوكولاته، وكان كان طريقته سهله جدا، وفي الحقيقه طعمه حلو جدا. عايزكم تجربوه وتستخدموه. الحلاوه البوادي بالشوكولاته في الوصفه دي هتطلع طعم عبقري للتارت. دي كانت حلقه النهارده، ودي كانت وصفات النهارده. اتمنى ان هي تكون عجبت حضراتكم. ابعتوا لنا على صفحه البرنامج على فيسبوك لقمه هنيه، قولوا لنا عايزين نعمل ايه وصفات ايه اكلات في الفتره القادمه. اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.